تقول شاهدت بعض الناس فضيلة الشيخ يتعلقون بأثار الكعبة شرفها الله، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا غير مشروع، التعلق بأستار الكعبة أو التعلق بباب الكعبة هذا كله من مزايدات العوام. المشروع أن يتوجه إلى الكعبة في صلاته وفي دعائه ويطوف بها طواف نسك أو طواف تطوع، ولا بأس أن يقف في الملتزم بين الركن والباب ويدعو الله عز وجل من غير أن يتعلق بالكعبة. نعم.